ظلام دامس وسواد هو الأحلك على الإطلاق. إنها مادة فانتا بلاك، أكثر المواد سوادا في العالم. عام 2014 نجح علماء بريطانيون في إنتاج مادة تميزت بلونها الشديد السواد، والذي لم يتعرف إليه البشر قبل ذلك. فانتا بلاك تبدو للوهلة الأولى أنها صبغة أو طلاء، لكنها عبارة عن ملايين من الأنابيب الكربونية النانونية التي يبلغ قياس الواحد منها نحو 20 نانومترا. وصناعة سنتيمتر مربع واحد من هذه المادة تحتاج إلى مليار أنبوب كربوني. تمتص فانتا بلاك ما نسبته 99.98% من الضوء الساقط عليها، ولا تستطيع عين الإنسان رؤية أي شيء منعكس على سطحها، ما يجعلها أقرب مثال لوصف الثقب الأسود.